رجعنا لحضراتكم مرة تانية ونبتدي أولى فقراتنا. كمان النهاردة الحقيقة هيكون عندنا أكتر من فقرة. الفقرة الأولى هتكون عبر الزوم، هيكون معانا كاتبة شابة جميلة وهي الأستاذة ساندرا سراج، هنتكلم معاها عن روايتها ما رواه البحر. والحقيقة ساندرا حاولت من خلال الرواية إن هي تعبر عن مشاعر كتير جدا يمكن بيمر بيها اي حد فينا. واكدت ساندرا كمان انه المعاني الانسانيه مهمه جدا، زي ان احنا يكون دايما عندنا امل، زي ان احنا دايما نحاول نشوف الايجابيه في اي مشكله بنعدي بيها، زي ان احنا دايما نحاول نعدي من المصاعب واي مواقف مؤلمه ممكن تمر علينا في حياتنا. تعالوا مع بعض نتعرف اكتر على الروايه. مؤلفتها كمان الاستاذه ساندرا سراج، زي ما قلت لحضراتكم. اهلا بيكي يا ساندرا. اهلا بحضرتك. ازيك؟ الحمد لله. الاخبار؟ الحمد لله منورانا. وطبعا في البدايه خليني الله ينور بيكي. ميرسي. خليني اعرف منك ما رواه البحر، يعني احكي لنا كده حكايه روايتك. طيب، هي ما رواه البحر باين طبعا من اسمها ان البحر هو الراوي. اللي خلاني اعمل ان البحر يكون هو الراوي ان انا I read a piece of information. الكوكب زمان، كوكب الارض، كان عباره عن كله بحار ومحيطات، ما كانش اصلا في اي ارض بريه. فمع الوقت بدات البحار والمحيطات دي تجف شويه، فبدا تظهر الحياه البريه على الارض. ففكره ان البحر يكون اقدم من اي حاجه على الارض، فحسسني ان هو عنده من الحكمه ما يكفي ان هو يقدر يحكي عن البشر، لان التاريخ ما بيتغيرش. وان هو تقريبا كان الشاهد الوحيد على البدايات دي، يعني ده حقيقي، هو الشاهد على كل حاجه، شاهد من اول التاريخ وهيفضل موجود لاخر التاريخ، فهيبقى شايف كل حاجه. فبالنسبه للبشر، البشر ما بتتغيرش، تصرفاتهم ما بتتغيرش مع الوقت. بتلاقي ان زي ما بيقولوا التاريخ بيعيد نفسه، نفس اللي عملوه زمان احنا بنعمله دلوقتي مع اختلاف الطرق بس. فان هو كان يحكي عن القصص اللي موجوده دلوقتي اللي هو بيعاصرها، وبيحكي في نفس الوقت عن اللي حصل زمان وبيربطه باللي هيحصل بعدين. كانت هي دي الفكره الاساسيه من الروايه، فكرة إن الناس بتشوف دايماً الجانب السلبي من حدودتهم، مش بيحاولوا يشوفوا الحاجة الإيجابية اللي بتحصل، مش بيحاولوا يعرفوا إن كل حاجة سبب. حتى لو أنت دلوقتي بالنسبة لك السبب ده مش كويس أو وجعك أو هو بعدين في حل ليك. فمين هي دي القصة؟ اوكي، اخترت البحر عشان الاسباب دي، ويمكن ارتباط الناس بالبحر او ارتباط الانسان بالبحر بشكل كبير هو يعني عامل اساسي يمكن موجود عند ناس كتيره جدا. كلنا مرتبطين بالبحر، كلنا عندنا ارتباط معين بالبحر. كل واحد فينا يا ساندرا ليه قصته، وكل واحد فينا شايف ازاي ان الانسان لازم يتمسك بالامل، وازاي لازم نشوف الجانب الايجابي اللي موجود في حياتنا، وازاي ممكن نعدي اي معاناه او اي صعاب ممكن نكون بنقابلها. ازاي شرحتي ده من خلال روايتك؟ شرحته من خلال ثلاث اشخاص مختلفين، عاصي وليل وورد. كل واحد فيهم مر بحكايه بالنسبه له مؤلمه وصعبه، بس هي ادت له في الاخر للسعاده الابديه اللي هو عمره ما كان هيوصلها لو فضل مكمل في حدوته. بالنسبه لعاصي شخص ناجح جدا عمليا، بسبب اخطائه فقط شخص بالنسبه له كان يعني له كتير. هو كان رافض، عنده من الكبر ما يكفي ان هو يرفض ان هو يعترف ان هو كان سبب في حدوث ده. بالنسبه له القدر هو السبب. ده بالنسبه لعاصي. بالنسبه لورد كانت هي الطرف الثاني من الحكايه دي. للاسف بوجودها مع شخص هو كان بالنسبه لها اختيار صح بس اختيار غلط، فقدت حاجات كتير جدا، فقدت القدره على انها تكون شخص طبيعي في حاجات كتير. لحد ما عرفت تتخلص منه، وقتها لقت الحياه اللي هي كان نفسها تلاقيها. نفس الفكره بالنسبه لليل. ليل كانت حياتها مثالية جدا، الحياة اللي هي عايزاها. في يوم وليلة الحياة دي كلها اتغيرت بسبب قرارات شخص للأسف هي اليد ان هو يغير في حياتها هي كمان. اوكي، فلقيت ان هي كمان حياتها اتشقلبت، ما بقتش فاهمة هو ليه او في ايه اللي بيحصل. فالتلاتة حياتهم اتغيرت بشكل كبير. في الاخر كانوا طبعا شايفين ان دي اخر الدنيا خلاص. أوكي. انا حياتي باظت، انا مكمله الدنيا كده. لحد ما مع الوقت اكتشفوا ان كل اللي حصل ده كان سبب ان هم يلاقوا نفسهم الحقيقيه. في جمله حلوه قوي في روايتك بتقولي فيها انا لا ابكي،
أنا أصارع الحياة وأقاوم وأهزم وأهزم أحيانا وأنتصر أحيانا أخرى، ولكنني ليست لدي رفاهية البكاء، ليس لدي رفاهية الوقت. فكرة أن أنا أكون مؤمنة وعندي يقين أنه الحياة فيها الحلو وفيها الوحش، بس أنا مش هتهزم وهفضل مكملة رغم أي صعاب، ده كانت لفتة جميلة منك فيها قدر من الواقعية وكمان قدر كبير جدا من الإيجابية في الرواية. كلميني عنها شوية. بشوف دايما ان الناس لما بتكتئب بتقرر ان هي تنعزل وتستخبى، ما حدش فيهم بيقرر يواجه. يعني لما بيمروا بحاجه صعبه بينهاروا، بيفضلوا قاعدين يعيدوا ويزيدوا في نفس الحاجات السيئه اللي هم بيمروا بيها، لكن ما حدش بيحاول يغيرها، ما حدش بيحاول يخرج نطاق الياس اللي هو وقع فيه، ما حدش بيحاول يعرف اصلا اسباب الحاجات اللي وقعته في كده فيغير ده فيمكن النتائج تتغير. لا، هم بيستسلموا للامر الواقع وبيبداوا يتصرفوا على اساس ان هو ده خلاص حياتهم وان حياتهم وقفت، فبيضيعوا وقت كتير قوي لحد ما يكتشفوا ان هم ضيعوا وقتهم على الفاضي. لكن لو انت بدات تقاوم حتى لو انت مش قادر، لو بدات واحده واحده تحاول تكافح الاسباب اللي وصلتك لكده هتبدا تغير مع الوقت، حتى لو حاجه بسيطه بس يعني بيبي ستابس، هتبدا الحياه كلها تتغير قدامك. فالاسباب هتلاقيها بدات تتهاوى مع الوقت، والحاجات اللي سببت لك الاكتئاب دي كلها هتختفي، فهتلاقي نفسك شخص جديد، انت نفسك هتستعيد ثقتك بنفسك. صح، وزي ما قلتي انه حتى لو الخطوة بسيطة وحتى لو مجموعة خطوات صغيرة بتعمل فرق كبير، بس في الاخر هنوصل للي احنا عايزينه حتى ولو كانت الخطوة دي صغيرة. طيب، الرواية كمان الحقيقة فيها جمل إيجابية جدا، زي مثلا ستنتصر الشمس مهما طال الليل. فكرة الإيجابية وحرصك على أنك تأكدي أنه الإيجابية مطلوبة، ده كان الهدف الوحيد من الرواية ولا كان عندك أهداف تانية؟ لا طبعا، لان انا شخصيا حتى اثناء الروايه كان عندي فترات فيها كتير جدا، فتره كنت مكتئبه فيها لحد ما عرفت ان انا اوصل ان انا اتخطى الاكتئاب ده. يعني تقريبا وقت كل اكتئاب كل شخصيه انا كنت ببقى مكتئبه معاه، ففكره ان انا اتخطى معاه المرحله دي فهو ما كانش هو لوحده اللي بيتخطاها، انا كنت انا كمان بعاني معاه وبوصل معاه لنقطه النور في النهايه. فانا مؤمنه ان دايما في كل نفق فيه نور. طبعا الفكره بس ان انت تبقى قوي كفايه ان انت توصل لاخره، ان انت تكافح كفايه ان انت توصل لاخر النفق ده، وقتها هتلاقي نور فعلا. طبعا. ما رواه البحر. ساندرا انا بشكرك، واتمنى يا رب ان يعني على قد ما نقدر من خلال كل واحد ومهنته ايا ما كانت هي ايه، ان احنا نقدر ننشر الايجابيه على قد ما نقدر، لانه حقيقي الايجابيه مطلوبه، والانسان مهما كانت خطواته بسيطه بس كل خطوه بسيطه في الاخر ممكن نعمل بيها حاجه كبيره جدا. انا بشكرك.